حالة من عدم الاستقرار الجوي متوقع أن تبدأ على المملكة اعتبارا من يوم الاثنين، تفاصيلها بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية، جمعة مباركة نتمناها للجميع. تدريجيا تبدأ المملكة تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة مجددا اعتبارا من يوم الاثنين كنتيجة لاقتراب لكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو شمال البحر الأحمر، حيث تتكاثر كميات من الغيوم الرعدية في شمال البحر الأحمر وشمال المملكة العربية السعودية. تفاصيلها نستعرضها بهذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من يوم السبت وحتى منتصف الأسبوع القادم. يوم السبت تبقى الأجواء مستقرة بشكل عام باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية، حيث تتكاثر بعض كميات من الغيوم الرعدية التي قد تعمل على هطول بعض زخات من الأمطار. لكن يوم الأحد بإذن الله تقترب كتلة هوائية باردة من شرق البحر الأبيض المتوسط وتتحرك باتجاه منطقة بلاد الشام وشمال البحر الأحمر، تمل على حدوث أجواء غير مستقرة وتشكلات رعدية ركامية تبدأ من شبه جزيرة سيناء وشمال البحر الأحمر، ثم تمتد تدريجيا تشمل منطقة تبوك، ثم لاحقا تشمل عموم منطقة تبوك وأيضا منطقة الجوف وعموم وسط البحر الأحمر بما فيها ينبع رابغ وأيضا مدينة جدة. تكون هذه الحالة من عدم استقرار الجوي على شكل غيوم رعدية تهطل على إثر زخات من الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا وتعمل على جريان الأودية وأيضا ارتفاع منسوب المياه. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء مستقرة مع تفرق لبعض الغيوم، 10 درجات مئوية فقط كحرارة دنيا المحسوسة، 9 درجات الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. توقعات الجوية للعاصمة الرياض للثلاث أيام القادمة، يوم السبت 22-11، يوم الأحد 24-12، وترتفع يوم الاثنين تسجل 25-15 درجة مئوية مع استمرار للأجواء المستقرة بشكل عام. التوقعات الجوية لباقي المدن السعودية يوم السبت نبدأ بالمنطقة الشمالية، أجواء مستقرة بشكل عام مشمسة لكن هذا الاستقرار مؤقت كما ذكرنا، حيث تبدأ المملكة تدريجيا أو شمال المملكة تحديدا يتأثر بأحوال جوية غير مستقرة اعتبارا من يوم الاثنين. تبوك 21-10، سكاكا 20-9، وعرعر 19-6 درجات مئوية. منطقة الغربية المدينة المنورة أجواء غائمة 26-16، جدة 29-21، مكة المكرمة 29-21 أيضا، والطائف 20-13 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أحوال جوية غير مستقرة في الباحة 15-11، أبها 17-13، وجازان 30-25 درجة مئوية. الدمام أجواء صافية 20-13، الإحساء 19-10، وحفر الباطن 19-11 درجة مئوية. العاصمة الرياض تفرق لبعض الغيوم 22-11، بريدة 22-11 أيضا، وحائل 22-9 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.